بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله، فضلا وليس أمرا. أول حاجة نصلي على رسول الله واللايك الحلو واشتراك في القناة. أسعار الدواجن من عمر يوم واحد لغاية الذبح. أسعار الدواجن يوم الخميس 24/10/2024، وليكم الأسعار. سعر الكتكوت الأبيض الأهالي بادئ من 37 وأعلى سعر 40 جنيه. كتكوت أبيض شركات بادئ من 41 وأعلى سعر 45 جنيه. كتكوت بلد حر 8 جنيه. كتكوت بلد مشاعر ب11 جنيه. كتكوت فيومي بلدي ب12 جنيه. كتكوت بلد هجين 14 جنيه. كتكوت بلد متهجن عالي 18 جنيه. كتكوت جميزة بيور 25 جنيه. كتكوت رز فرزي برابر 18 جنيه. كتكوت رز على وشه 21 جنيه. كتكوت رز فرزي ديوك 25 جنيه. كتكوت سمان ابيض او اسود، الكتكوت الواحدة عامل 7 جنيه الا ربع. كتكوت ساسو جيل تاني 18 جنيه. كتكوت ساسو شفر 27 جنيه ونص. بالنسبة اسعار بط مر محلي 63 جنيه، بط مسكوفي مخلط 65 جنيه، بط مسكوفي ار 41 للأسف النهاردة سعر البطاية الواحدة وصل 70 جنيه، بط بكينة عادة 32 جنيه، بط شرفان 40 جنيه، بط فرنساوي بيور 52 جنيه. تنفيذ كيلو الفراخ الساسو 98 جنيه. تنفيذ كيلو الفراخ البيضة 73 جنيه. تنفيذ كيلو الفراخ الرز والفيومي 105. تنفيذ كيلو الفراخ البلدي 110. تنفيذ كيلو الروم الأبيض 100 جنيه. تنفيذ كيلو الروم الأسود 130 جنيه. تنفيذ كيلو البط الأبيض 75 جنيه. تنفيذ كيلو البط المرن 85 جنيه. تنفيذ كيلو البط المسكوفي 110. تنفيذ كيلو البط البلدي أو السوداني 125 جنيه. تنفيذ كيلو الأرنب 115. بالنسبة أسعار جوز السمان جملة من أرض المزرعة، الجوز بتروح السعر بتاعه من 90 إلى 100 جنيه. جوز الحمام البلدي بيبدأ من 150 إلى 170 جنيه. ده سعر الجوز الواحد من أرض المزرعة. ولو عجبكم الفيديو بتاعي واستفدتم منه، اوعوا تنسونا باللايك الحلو واشتركوا في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.